أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسي بالخارج نبيل عمار أن الأزمة الحالية مفتعلة ووجب احترام قوانين تونس، في إشارة إلى ما صنف حملة ضد تونس وعلى خلفية تصريحات سابقة لرئيس الجمهورية، وهذا برغم جملة من التحركات لتوضيح حقيقة الموضوع، أي تمسك تونس بسلامة كل من يعيش على ترابها مع شرطية احترام قوانينها. ومن هذه التحركات اجتماعه الذي وصفه بالإيجابي مع عدد من سفراء دول إفريقية جنوب الصحراء انتهى إلى تفاهم بل تضامن رافض لأي ضغينة أو دسيسة، مع تأكيد على مكان تونس في إفريقيا وعمق علاقاتها بكل الدول فيها. مصلحة ترى اللي هي عندها مصلحة باش تهيج شوية الأمور، وراهي موجودة موجودة، تنجم تكون موجودة الداخل وتنجم بارتباط مع معناتها جوانب اجانب اخرى، معناتها هذا شيء واضح. انتم ما تعرفوا الهجره معناتها فيها برشا معناتها دي ريزو، فهمت، ومصالح ماديه ماهيش ايليغال، فمعروف معناتها شكون اللي عنده مصلحه في التجارة هذه بالبشر، هي تجارة بالبشر في آخر المطاف. احنا علاش نحبوا نحميهم الناس هذوما، ما نحبوش يكونوا معناتها دي فيكتيم نتاع لي ريزو، ولا يكونوا باركي معناتها في البلاد التونسية مع بكل معناتها لي كونسيكونس اللي مرتبطة بهذايا. وهذا لم يمنع من انطلاق ما وصف الوزير بماكينات مضادة ضمن حملة تستهدف تونس غزتها، وحسب تقديراته جملة من الأخبار المضللة. ومع هذا لن تكف تونس عن العناية بالمهاجرين من دول أفريقية جنوب الصحراء، وبالأمس كانت هناك حزمة من الإجراءات سترفق قريبا في تقديره بجملة من التفاصيل. تونس حاشتها بالإخوة الأفارقة اللي هما في وضعية عادية وحسب القانون، وبالنسبة للي مهمش حسب القانون حبوا يسروا أمر الرجوع متاعهم، ولا بالتعاون مع سلطات بلدانهم سفاراتهم وقنصلياتهم، وديما في حفاظ مصالحهم وكرامتهم وحقوقهم. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار نفى أن تكون الحملة ضد تونس من قبيل الضغط لتوطين المهاجرين بطريقة غير نظامية في تونس. تحليلي نجم يكون مش معناتها صحيح، انه في معناتها جانب معين ماذا به، وكان تونس معناتها تحتفظ بالهجره بعناصرها على اراضيها، وكل ده معناتها ينجم يكون في مصلحتهم. احنا ما تهمنا حتى حد، احنا نتهم ولكن ما نتهم حتى حد. وقال الوزير إن لا معلومات ثابتة عن تهديد مصالح التونسيين في دول أفريقية جنوب الصحراء أو غيرها، مع تعاون من السلطة هناك تفاديا أي ضرر محتمل. بل مصالح التوانسة في البلدان الأفريقية الحقيقة ما عندناش معلومات ثابتة كونه معناتها هم مهدين، بالعكس مشكورة، واحنا شكرنا الدول هذه برشا منهم خذات الإجراءات باش ما يقع حتى ضرر بالنسبة للتوانسة اللي متواجدين غادي، وهذا شيء إيجابي ونشكروه مرة أخرى عليه. هذا وأكدت وزارة الداخلية سعيها إلى تأمين الخدمات لكل الأجانب والتنسيق مع المرصد الوطني للهجرة وبقية الهياكل الناشطة في المجال، مع سعي لرقمنة جميع المكاتب التابعة للوزارة الخاصة بالأجانب. إلى غاية تاريخ البارح يوم 5/3/2023 عندنا تقريبا 5396 مقيم من دول افريقيا جنوب الصحراء. وقدر مدير عام إدارة الحدود والأجانب بوزارة الداخلية أن عدد المقيمين في تونس ومن بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء وحسب إحصائيات غير نهائية بنحو 21472 لن يتم ترحيلهم، بل ستوفر لهم ظروف العودة الطوعية.